أهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر الذي نأخذكم من خلاله في جولة موسعة لما جاء في أروقة الصحف الفلسطينية والعربية، ونبدأ بالعناوين من صحيفة الحياة الجديدة. إصابة شابين بالرصاص خلال اقتحام المستوطنين مقام يوسف واعتقال 14 مواطنا من الضفة، والمتطرفان إغليك وشولي يقتحمان الأقصى، وتحذيرات من تحويل الصراع من سياسي إلى ديني. وفي أذنها اليسرى، أولى شحنة ملابس من غزة للأسواق الإسرائيلية منذ 10 سنوات. وفي أذنها اليمنى، العثور على جثة شاب مشنوق ومصرع آخر بطلق ناري في غزة. وأوردت الصحيفة أيضا، السيد الرئيس يبحث مع رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركي سبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني. وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله، يطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وغوتيرس يؤكد عدم وجود خطة بديلة لحل الدولتين. وأهالي الأسرى يطالبونه بالتحرك الجاد لإنهاء معاناة أبنائهم. وأيضا مجلس الوزراء يثمن جهود الضابطة الجمركية ويدين الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية. من قتل ناجي العلي؟ بعد 30 عاما، الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي. وفي متن الخبر، أعادت الشرطة البريطانية فتح التحقيق في اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي قبل 30 عاما بإطلاق النار عليه في أحد شوارع لندن. واغتيل ناجي سليم حسين العلي رسام الكاريكاتير السياسي في جريدة القبس الكويتية بطلقة في مؤخرة العنق، بينما كان متوجها إلى مكتبه في 22 تموز عام 87. واستشهد العلي بعد دخوله في غيبوبة عن عمر ناهز 51 عاما في 29 آب من العام ذاته. وتناولت الصحيفة مقالا تحت عنوان المكتبة الوطنية بقلم رئيس تحرير صحيفة الحياة السيد محمود أبو الهيجة، قال فيه: يظن البعض أن المكتبة الوطنية هي مكتبة عامة لعرض الكتب فحسب، والواقع أن الأمر يتعلق بوعي الدولة الذي من خلاله بوسعنا أن ندرك أن المكتبة الوطنية هي أولا من الناحية المعنوية والسياسية رمز من رموز السيادة الوطنية وعنوان أساس من عناوين الدولة، وهي من الناحية العملية ضرورة بنوية وعلى نحو استراتيجي بكونها بيت الذاكرة الفلسطينية الذي عليه أن يحفظ تاريخ الشعب منذ لحظة التدوين الأولى صعودا من الحاضر إلى المستقبل بمختلف تجلياته المدونة الحضارية والثقافية والجمالية العلمية والفكرية والأدبية والفنية. ثم على المكتبة الوطنية أن تحفظ كل ما يصدر عن الدولة من قرارات ومراسم وقوانين. وأضاف الكاتب: وبكلمات أخرى، المكتبة الوطنية الحافظ الأمين للرواية الفلسطينية بمختلف فصولها، والأهم في كل هذا السياق هذا التوثيق الخلاق لكل ما تنتج الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده من نصوص لها هذه العلاقة بالتدوين والإبداع والتقنين. ولأن الأمر على هذه الدرجة من الأهمية والضرورة، يتجلى قرار الرئيس أبو مازن بتحويل قصر الضيافة الذي ظن البعض إنه قصر رئاسي إلى مكتبة وطنية بأنه قرار الانحياز الأصيل للثقافة بوصفها مكونا أساسيا من مكونات التطور والبناء وضرورة من ضرورات الحرية. وأكد الكاتب إنها خطوة أخرى كبيرة نحو الاستقلال بقدر ما في القرار الرئاسي من تأكيد على المضي في دروب المقاومة لتحقيق كامل أهداف المشروع الوطني التحرري في بناء دولة فلسطين الحرة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ولضيوف فلسطين الكبار من الدول الشقيقة والصديقة للبيت الفلسطيني بيت الشرعية في باحته الرحبة، حيث الثقافة على هذا القدر من الاهتمام والانشغال الإبداعي الذي يوليه هذا البيت لها، وهذا ما سيراه ضيوف فلسطين الكبار. ومن صحيفة الحياة الجديدة إلى الأيام، عضو كنيست و106 مستوطنين يقتحمون الأقصى، ومواقف فلسطينية وأردنية تحمل المسؤولية للاحتلال. وفيما يتعلق بحل الدولتين، غوتيرس في رام الله: لا بديل لحل الدولتين والاستيطان غير قانوني وعقب أمام السلام. وخبر عاجل، مجددا نتنياهو يؤكد التزامه ببناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل. نبقى معكم ونستكمل من صحيفة الأيام إلى القدس، حيث أفردت صفحتها قبل 30 عاما وخصصت خبر وفاة ناجي العلي رحمه الله وأظهرت صورة له. وهناك من يدعو إلى مؤتمر،
اليمين الإسرائيلي المتطرف يدعو إلى مؤتمر الوطن البديل في الأردن، وفرنسا تدين عمليات الهدم والمصادرة بحق مؤسسات تعليمية فلسطينية. وليس فقط اقتحامات، هناك تهديدات بالاعتداء الجنسي بخبر تحت عنوان من صحيفة القدس: مستوطنو كريات أربع يهددون امرأة بالاعتداء الجنسي ويشتمون الإسلام والرسول. ومرورا بمحطاتها وصلنا إلى محطة جديدة، مقال تحت عنوان المكتبة الوطنية الفلسطينية بقلم عنان حمد مدير مكتبة المجلس التشريعي، قال فيه: ما دفعني للكتابة حول موضوع المكتبة الوطنية هو صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 لسنة 2017 من قبل الرئيس أبو مازن بإنشاء المكتبة الوطنية، وذلك نظرا لأهمية ودور المكتبة الوطنية في ترسيخ معالم الهوية الوطنية والثقافية للدولة، كما أنها تعتبر الوجه الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني ورمز هويته ومستودع فكره ومجمع الإرث الثقافي والحضاري ورعاية وتوحيد دور المكتبات في الدولة. وكان قرار الأخ الرئيس يجعل قصر الضيافة مقرا للمكتبة الوطنية أهمية كبيرة لدور المكتبة الوطنية، حيث أن معظم المكتبات الوطنية في العالم تؤسس في المقرات التاريخية سواء كانت في السابق سياسية أو سيادية، وذلك لإعطاء المكتبة الوطنية صفة السيادة والهوية والتاريخ، كما يعتبر إنشاء المكتبة الوطنية واجبا وطنيا. وأضاف الكاتب: وعند الحديث عن المكتبة الوطنية ودورها البارز والقيادي بالنسبة للمكتبات الأخرى في الدولة، إذ تعتبر المكتبة المركزية للدولة والمركز الثقافي والمعلوماتي الذي يعكس تراث الأمة وتطورها الأدبي والعلمي والثقافي والحضاري، وبدون المكتبة الوطنية يبقى التراث الفكري والوطني مشتتا، وخاصة إننا بحاجة كفلسطينيين لجمع التراث الفلسطيني المشتت في العالم. وأنهى الكاتب: نتمنى أن تكون المكتبة الوطنية المظلة التي تجمع وتوحد جميع المكتبيين في فلسطين على أسس مهنية، وتكمل وتشرف على دور جميع المكتبات الأخرى. وفي الختام نبارك لفلسطين والشعب الفلسطيني ولمجتمع المكتبيين بالمكتبة الوطنية الفلسطينية الأولى. هكذا ينتهي متن الخبر من جولته في الصحف الفلسطينية. فاصل ونعود لمحطة أخرى. أهلا بكم من جديد. مقال للكاتب ومدير مكتبة المجلس التشريعي عنان حمد بعنوان المكتبة الوطنية الفلسطينية، تحدث فيه عن أهمية المكتبة الوطنية ودورها في ترسيخ معالم الهوية الوطنية والثقافية للدولة. للحديث أكثر نستضيف هنا الكاتب عنان معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. هذا القرار الرئاسي يأتي بالتزامن مع مرور 100 عام على وعد بلفور، ما مدلولات وأهمية تحويل هذا المكان إلى مكان وطني؟ بداية أشكركم على استضافة حول هذا الموضوع. بصراحة موضوع المكتبة الوطنية هو موضوع يعني يعتبر من القرارات السيادية والمهمة، حيث أن المكتبة الوطنية هي تشكل عنوان السيادة لأي دولة كانت، وبصراحة كان لقرار سيادة الرئيس بإنشاء المكتبة الوطنية وبتحويل قصر الضيافة إلى مكتبة وطنية هو قرار وطني 100%. هذا سيعطي دلالة على الهوية الفلسطينية الثقافية والتاريخية وأيضا الوطنية في السابق وفي الحاضر وفي المستقبل. نعم، خصوصا أن الاحتلال يحاول دائما بتشويه هذا الهوية التراثية الثقافية للفلسطينيين ولجعل هويتهم الخاصة. نعم صحيح. يعني احنا بالإضافة إلى صراعنا مع الاحتلال حول الأرض وكل مكونات الهوية، أيضا صراعنا هو صراع ثقافي. صحيح. حيث أن الاحتلال يعني قام بالسنوات ومنذ بدايته بدأ بسرقة الثقافة وطمس الهوية الثقافية الفلسطينية. ولنتذكر في عام 48 أول شيء قامت به قوات الاحتلال هي سرقة مخطوطات وكتب. صحيح. وما يتعلق بالثقافة الفلسطينية. نعم. والتي وضعت الآن وهي موجودة في المكتبة مكتبة الجامعة العبرية. وما يقارب 8000 كتاب لها علاقة بالثقافة الفلسطينية وتاريخ الشعب الفلسطيني. وما تزال إسرائيل تقوم ببناء العديد من المتاحف والمكاتب الثقافية في القدس المحتلة. صحيح. نعم صحيح. هم ما زالوا يحاولوا طمس الثقافة الفلسطينية من خلال إنشاء المتاحف
المتاحف والمكتبات والمراكز الثقافية التي تغطي على الثقافة الفلسطينية. ولكن بصراحة بوجود هذه المكتبة الوطنية التي ستشكل رافعة ومنارة للثقافة الفلسطينية والهوية الفلسطينية، أعتقد أنه الآن لدينا دور كبير جدا كمكتبين وكمثقفين لرفع مكانة هذه المكتبة الوطنية التي ستكون هي الرافعة والمنارة للمثقفين في فلسطين وفي العالم العربي ولجميع أحرار العالم بدعم القضية الفلسطينية. وكيف يمكن لهذه المكتبة في توطيد العلاقات والتبادل الثقافي مع الدول العربية؟ أعتقد أنه هذه المكتبة سيكون لها دور كبير جدا، دور ليس بالسهل كما يعتقد الجميع أو البعض أن المكتبة الوطنية هي دورها فقط قراءة وتجميع. لا، أعتقد أن المكتبة الوطنية سيكون لها دور كبير جدا في بناء جسور الثقافة والتعاون ما بين المكتبات الوطنية سواء كانت العربية أو الدولية. صحيح. وأيضا على المستوى المحلي في بناء وتأسيس بنى وبنية أساسية للمكتبة الوطنية والثقافة الوطنية. فأعتقد أن المكتبة الوطنية لديها دور كبير جدا، على الجميع أن يدعم هذا المشروع، هذا المشروع الوطني الذي سيكون إن شاء الله أحد الوجوه المبشرة لدولة فلسطين. نعم. في المستقبل. نعم، هذه المكتبة أيضا للرواية الفلسطينية وتاريخها كما تحدثنا قبل، ولكن لنتعمق أكثر بالمقال، أنت تحدثت أن هذه أيضا تعتبر بالمكتبة المركزية للدولة والمركز الثقافي والمعلومات، لتفاصيل أكثر ما هي الرسالة التي تريد أن تبرزها بهذا المقال أيضا؟ الرسالة التي أريد أن أبرزها بهذه المقالة أن مشروع المكتبة الوطنية هو مشروع ضخم جدا، مشروع يمثل الجميع الفلسطيني سواء كان في فلسطين أو في الشتات. هذا المشروع سيكون له دلالة ثقافية وتاريخية ووطنية، بل وهو واجب وطني على جميع الفلسطينيين. ونحن من هذه المنصة نتوجه بالشكر لسيادة الرئيس على قراره بإنشاء هذه المكتبة الوطنية. هذه المكتبة الوطنية أعتقد أنه سيكون دورها هو تجميع الإرث الثقافي الفلسطيني سواء كان في داخل فلسطين أو في الشتات. ونحن نعلم أنه لدينا الكثير من المنتوجات الثقافية في العالم تمثل المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني. هذه المكتبة سيكون لها دور كبير في تجميع. فالرسالة هي أنه هذه المكتبة ستوحد جميع الفلسطينيين. صحيح. ستكون عنوان الثقافة في فلسطين، ومن خلال وعي المجتمع الفلسطيني أيضا طبعاً. هلأ من ناحية سياسية المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو مدعو لدعم هذه المكتبة الوطنية. بصراحة جميع دول العالم، أول عنوان كنا نقوم بزيارته في كل دول العالم هو المكتبة الوطنية لما تمثله هذه المكتبة من عنوان ثقافي وحضاري. فأعتقد أن جميع المجتمع الفلسطيني مدعو لدعم وتشجيع هذه المكتبة الوطنية. ومن هذه المنصة أنا أتوجه لجميع الشرائح المجتمع الفلسطيني، من يملكون مخطوطات وكتب نادرة وسواء كانت صور تسجيلات صوتية، أن يقوموا بتقديمها إلى المكتبة الوطنية، لأنه أعتقد أنها ستكون بأيدي آمنة وستحافظ عليها من خلال هذا الصرح الكبير. أشكرك الكاتب ومدير مكتبة المجلس التشريعي عنان حمد، كنت معنا هنا في متن الخبر. شكرا أشكرك. لكم شكرا. شكرا. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا بكم وجولة لمتن الخبر في الصحف العربية، وأولى محطاته من الأردن مع الزميلة أروى حمد. أبرز عناوين الصحف الأردنية نتناولها في جولتنا، ونبدأ مع صحيفة الدستور. جلالته يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا. الملك حل القضية الفلسطينية يؤدي لإيجاد أرضية لحل الصراعات الأخرى والانتصار على الإرهاب والتطرف من خلال نهج شمولي. وفي العناوين أيضا وجهات نظر الأردن وكندا تتقارب حول العديد من القضايا الدولية، ونأمل بتطبيق تجربة وقف إطلاق النار بمناطق أخرى في سوريا تمهيدا لحل سياسي. ووزير الأوقاف يوعز للبعثة الطبية بمعالجة الحجاج الفلسطينيين.
الأردن يدين اقتحام عضوي كنيسة للمسجد الأقصى، ونتنياهو الضفة مستقبلنا ولن نخلي أي مستوطنة. اعتقال 16 فلسطينيا وإصابة آخر بمواجهة مع الاحتلال على مدخل مخيم بلاطة، عضو كنيسة يقتحمان باحات الأقصى بحراسة أمنية مشددة، ويدعى مفاوضات تبادل الأسرى عالقة، وإسرائيل لن تبادر لإعادة جنودها. ولافيروف يدعو المعارضة السورية للابتعاد عن لغة التهديد والتصرف بشكل واقعي. الجيش السوري يصد هجوما للنصرة في ريف حماة، ومسلحو داعش يصلون الحدود الإدارية لدير الزور إثر اتفاق الخروج من جرود عرسال. وننتقل إلى صحيفة الغد. جلالته يؤكد الحرص على النهوض بمستويات التعاون والتنسيق بين الأردن وكندا بكافة الميادين. الملك: الأردن مركز حيوي للابتكار على مستوى الإقليم. السفير التركي: علاقتنا مع الأردن تفوق أي مصلحة اقتصادية. وفي الشأن الفلسطيني: نواب إسرائيليون وغلاة المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال، وفشل إسرائيلي في ثني موسكو عن التقارب مع طهران. وفي الأخبار العربية والدولية: العراق إزاحة في المشهد السياسي لتحجيم معسكر المالكي، وسياسة ترامب تحفز جرائم الكراهية ضد الأقليات بوتائر متصاعدة. أما في صحيفة الرأي: الجامعة العربية تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عقبة أمام السلام، نتنياهو يتعهد بعدم تفكيك المستوطنات، ماكروني يزور الشرق الأوسط الربيع المقبل لدفع السلام، واليونيسف: ملايين الأشخاص يفتقرون لمياه الشرب في دول النزاع. لبرنامج متن الخبر، أروى حماد. شكرا للزميلة أروى، وجولة في الصحف المصرية مع الزميلة نجوى يونس. أهلا بكم إلى أهم عناوين وموضوعات الصحف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة. قبيل زيارته المرتقبة للصين، الرئيس المصري: الشراكة الاستراتيجية جسر للتعاون المصري الصيني. سفير الصين: فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب في مصر. خبر في الأخبار: السيسي يدعو رئيس رومانيا لزيارة مصر، ووزير خارجيته سامح شكري يحاضر عن الربيع العربي: نريد التغيير بأقل ثمن ممكن. خبر في الأهرام. الشأن الفلسطيني كالمعتاد يحظى باهتمامات الصحف المصرية. إسرائيل ترد على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لرام الله بانتهاكات في الأقصى. الأمين العام يتعهد بالعمل على تنفيذ حل الدولتين. مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية احتجاجا على دخول أعضاء الكنيسة للأقصى، وفتح تدعو لحماية القدس. الرئيس الفرنسي يزور المنطقة في الربيع لدفع عملية السلام. والآن أعزائي المشاهدين إلى أخبار مصر الاقتصادية. 3 اتفاقيات لحفر 16 بئرا باستثمارات تفوق 81 مليون دولار بالصحراء الغربية. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يصل إلى 645. سحر النصر: البنك الدولي يشارك في ضخ نصف مليار دولار لإقامة مشروعات مباشرة. ختام فعاليات الدورة التدريبية الأولى للحوار المجتمعي. الدورة أقيمت تحت شعار مصر أمانة بين إيديك، وتهدف إلى التواصل مع العمال وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم. خبر اهتمت به صحيفة الشروق. والآن إلى متابعة المباراة التي تقام غدا في استاد مانديلا بكمبالا لفريق المنتخب المصري. المدرب: أثق في فريقي وسنقاتل لتحقيق حلم المونديال. الجاليات العربية تؤازر الفراعنة، والجهاز الفني يطالب بزيادة أعداد الجماهير في مباراة العودة، مع تمنياتنا للفريق المصري بالفوز. مكتبة الأسكندرية تبحث عن سقراط. تفاصيل الخبر تحت عنوان ارسم وابحث. أعلن متحف الآثار بمكتبة الأسكندرية إطلاق مسابقة تهدف لتنمية مهارات الأطفال
وتدور المسابقة هذا العام حول شخصية الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط. دمتم بخير، نجوى يونس، القاهرة. شكرا للزميلة نجوى. والمحطة الأخيرة من لبنان مع الزميلة زينة عبد الصمد. أبرز ما أوردته صحف بيروت اليوم 30 آب. صحيفة البلد أوردت: خوذة الشرف الجريحة وطاسة المحاسبة الضائعة، رقم قياسي في المطار وراء ازدحام قاعات المغادرة. وفي منشات البلد: الجيش يحسن الجرود النظيفة والعهد السابق في مرمى الاتهام، ماكرون في لبنان الربيع المقبل. وقفتنا الثانية من بيروت مع صحيفة اللواء: ملف العسكريين في البازار والحريري يرفض التحامل على سلام، اعتراض عراقي على صفقة حزب الله مع داعش، والمستقبل يقدم اقتراحا لتعديل دوام الجمعة. وأيضا في اللواء: رموز التضحية تستحق التكريم، ماكرون لسياسة متوازنة في الشرق الأوسط، محاربة الإرهاب ومحاسبة مجرمي الحرب السورية وزيارة لبنان. قوات أمريكية تشتبك مع مسلحين مدعومين من تركيا، لافروف: ندعم جهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية. وفي عنوان أخير على صفحة اللواء الأولى: غوتيريس يزور رام الله واليوم في غزة، مطالبة فلسطينية بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. محطتنا الأخيرة مع صحيفة الجمهورية: تسوية الجرود تنذر بمضاعفات، الجيش لم يدخل في أي تسوية، سجال المنابر والأمر الواقع. ونتابع مع الجمهورية: ما منكم بلا خطيئة في قصة داعش، ترامب كل الخيارات مطروحة مع بيونغ يانغ، وأخيرا فيدال يفتعل المشكلات مجددا. لبرنامج متن الخبر، زينة عبد الصمد. شكرا للزميلة زينة. ومن لبنان إلى هنا رام الله، نقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. في أمان الله.